بتاريخ 30 من شهر مارس سنة 2021 على إثر معلومات مؤكدة، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرندا من توقيف جرار طريقي على مستوى الطريق الولائي رقم 9، أين تم حس كمية تقدر ب 240.40 قنطار من مزيج مادة النخالة والذرة بسبب انعدام بيانات الوصمة على الأكياس المعبأة وعدم تطابق الفواتير. قدرت القيمة المالية المحجوزات ب 60 مليون سنتيم. تحقيق متواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة. نذكر المواطنين بالرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني وموقع الشكاوى المسبقة PPGN MDN.